بسم الله الرحمن الرحيم. أبناء الطلاب تاني متوسط تاني إعدادي مدارس بدر تايجر، إحنا مع الدرس الخامس في الجبر العمليات على الأعداد الحقيقية. هناخد أهم حاجة في الدرس اللي هي خواص عملية الجمع وعملية الضرب. هنبدأ أول حاجة رقم واحد بخواص عملية الجمع. طبعا أنتوا خدتوا الكلام دوت وكلكم ممتازين. أول خاصية عندنا خاصية الإنغلاق، بنقول عملية الجمع عملية مغلقة. طيب خلي بالكم معايا، لو أنا عندي الأعداد ألف وب وجيم بينتموا إلى حاء، أبطال مين يقول لي حاء؟ حاء هي مجموعة الأعداد الإيه؟ الحاقية. بنقول يا أبطال لو أنا جمعت ألف زائد ب الناتج طلع جيم، لو جيم ده هو كمان بينتمي الى حاء اسميها عملية ايه؟ مغلقة. يعني لو جمعت عدد حقيقي وعدد حقيقي الناتج لازم يكون عدد ايه؟ حقيقي. طب نروح للخاصية ده رقم اتنين اللي هي الابدال. ها مين شاطر يقول لي يعني ايه ابدال؟ مستر يعني لو انا جمعت الف زائد باء هي نفسها باء زائد ألف. كلنا عارفين لو قلت 2 زائد 3 هيطلع نفس الناتج بتاع 3 زائد 2. خلي بالك لو بدلنا أماكن الأرقام دي اسمها عملية الإيه؟ الإبدال. طيب نروح كده مع بعض للخاصية رقم 3، خاصية رقم 3 هنقول الدمج. الايه ابطالها؟ الدمج. خلي بالك ان الدمج ده نحط جنبيها كده تحريك الاقواس. تحريك الايه؟ الاقواس. انا هاخد مثال بالارقام على طول. لو قلنا 2 زائد 3 زائد 5 تساوي 2 زائد 3 زائد 5، يا مستر ما هو اللي مكتوب في اليمين هو اللي مكتوب فين؟ في الشمال. ايوه بس انا هاجي هنا احط قوسين على 2 زائد 3 والناحيه الثانيه هحرك مكان القوسين او هغير مكان القوسين واحط على 3 زائد 5. طب امتى تتحقق عمليه الدمج؟ لو جمعنا في اليمين وجمعنا في الشمال طلع نفس الاجابه. تعالوا نجمع. طبعا هننفذ العمليه اللي داخل القوس الاول، هيبقى 5 ها زائد 5 والناحية التانية 2 زائد 3 زائد 5 كام؟ ها 8. لو جمعنا في اليمين هيطلع 10 وفي الشمال هيطلع كام يا أبطالها؟ 10. طالما الناتج في اليمين هو نفسه اللي في الشمال برغم تحريك الأقواس يبقى دي عملية إيه؟ دامجة. طيب تعالوا نتنقل الخاصية رقم 4، خاصية المحايد. المحايد الجمعي. يعني ايه المحايد الجمعي؟ اللي هو ما يأثرش في الرقم. طيب كله معايا، لو انا قلت الف زائد كام يطلع الناتج الف. ها مين يقول؟ ايوه احسنتوا، المحايد الجمعي هو العدد كام يا ابطالها؟ صفر. يبقى انا قلت الف زائد صفر هيطلع الف، ولو قلت ها صفر زائد ألف برضو الناتج هيطلع إيه؟ ألف. طب نروح للخاصية رقم 5 اللي هي المعكوس الجمعي. المعكوس الإيه؟ الجمعي. طب كله معايا بقى، المعكوس الجمعي للعدد موجب ألف اللي هو ده هو مين يقول؟ سالب ألف. يبقى هو نفس العدد ولكن بعكس الايه؟ الإشارة. بحيث، دي مهمة جدا بقى، بحيث أي عدد زائد معكوسه الجمعي الناتج يطلع ايه أبطالها؟ المحايد الجمعي اللي هو العدد كامها؟ صفر. طيب سؤال بقى للطلبة الشاطرين، احنا دلوقتي خدنا خواص عملية الجمع الخمسة، سؤال وهتجاوبوني عليه في الفصل.
السؤال هل عملية الطرح في حاء، يعني ايه حاء؟ مجموعة العدد الايه الحاقية، هل هي مغلقة؟ دي اول حاجة. رقم اتنين، هل هي ابدالية؟ رقم تلاتة، هل هي دامجة؟ وعاوز اللي هجاوب يديني مثال على الكلام بتاعه، يعني يقول لي هي مغلقة ولا ابدالية ولا دامجة ويديني مثال. احنا هنكتفي النهاردة بخواص عملية الجمع، الحصة الجاية نكمل وناخد خواص عملية الضرب، وكده نكون انتهينا من الدرس الخامس للجمع.